تمام العاشرة بتوقيت سوريا، نحييكم أينما كنتم في حلقة جديدة من برنامج الرياضة اليوم. تستكمل الآن مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والتي تجمع بين الرجاء الرياضي المغربي والزمالك المصري في أرضية ملعب محمد السادس. لنتابع التقرير التالي ثم نبدأ النقاش. سيكون ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء المغربية مسرحا لمواجهة من العيار الثقيل ستجمع بين الرجاء الرياضي المغربي وضيفه الزمالك المصري في منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم. ويدخل صاحب الدار المواجهة بمعنويات عالية بعد تتويجه بلقب دوري بلاده بعد غياب دام 7 مواسم عن منصات التتويج، لذلك سيحاول تحقيق الفوز وبأكبر عدد من الأهداف ليسهل مهمته في لقاء الإياب على الأراضي المصرية. وقد بلغ الفريق المغربي دور نصف نهائي إثر تجاوزه لعقبة مازيمبي الكونغولي بعدما تفوق عليه في مجموع لقائي ذهاب وإياب ربع النهائي بهدفين لهدف. ومن المرجح أن يبحث مدربه جمال إسلامي عن خطة وتشكيلة مناسبة والتركيز على ثلاثي سفيان رحيمي وعبد الإله الحفيظي ومحسن متولي لتشكيل الضغط اللازم وبالتالي زيارة شباك القلعة البيضاء. من جانبه الزمالك الذي يقدم مستوى جيدا بقيادة مدربه الجديد البرتغالي جيمي باتشيكو يدرك صعوبة الاختبار، لذا سيحاول بقدر المستطاع أن يصب جل تركيزه سعيا لتقديم مباراة تليق بتاريخ القلعة البيضاء والعودة من الدار البيضاء بنتيجة إيجابية. وكان الزمالك قد وصل لقبل نهائي البطولة بعدما عبر الترجي التونسي بمجموع مباراتي الذهاب والإياب ب3 أهداف لهدفين. محليا الزمالك يحتل المركز الثاني في الدوري المصري المتبقي منه جولة وحيدة ستقام بعد نهاية الدور قبل النهائي من البطولة الأفريقية. ورغم إصابة نجم الفريق التونسي فرجان ساسي بفيروس كورونا، لكن المارد الأبيض يمتلك لاعبين على مستوى عال وذو خبرة كبيرة داخل المستطيل الأخضر قادرين على استغلال هشاشة الخط الخلفي للفريق المغربي ودك شباكه لو سنحت لهم الفرص المناسبة. ولمناقشة منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم ينضم إلينا من مدينة أغادير المغربية المعلق الرياضي محمد حسيني، فأهلا ومرحبا بك كابتن محمد على شاشة قناة اليوم. مرحبا بك زميلة المتابعي قناة برنامج الرياضة اليوم. أهلنا كابتن محمد. كابتن محمد، مهمة صعبة للنسور الخضر في مواجهة القلعة البيضاء المصرية، هي مواجهة محفوفة بالمخاطر، طبعا يقع على عاتق فريق النسور الخضر رد الاعتبار للكرة المغربية أمام الكرة المصرية. فعلا عبد الجبار، هي مهمة صعبة لكلا الطرفين، خصوصا لفريق الرجاء الظروف الحاليه التي يعيشها الفريق من غيابات ارهاق خصوصا وان التدريب كما يعرف الجميع انتهى للقاء والتنافس وذلك التشويق الذي شهده الدوري المغربي اخر رمق حسم اللقب باسم الرجاء باسم الشعب الخضراء حسمه في اخر الانفاس. كل هذا يؤثر على مردود اللاعبين، أضف إلى ذلك الفيروس اللعين الذي أصاب لاعبي فريق الرجاء يوم أمس وكذلك بسبب الفيروس التاجي. كما قلت غيابات وزنة في فريق الرجاء، وصل الغياب إلى أكثر من 7 لاعبين، غياب عبد الرحيم شاكر الذي يعتبر ركيزة ركائز فريق الرجاء القوي، يلعب كمحور، يلعب كمتوسط كذلك ظهير ايمن، غياب دولي اللي لاعب خط الدفاع الذي يشكل اداء رائع وجيد مع القادر بنون، غياب كذلك بوضيب الظهير الايمن، وكذلك رحيل المهاجم حميد حداد مهاجم فريق الزمالك الذي اعر للرجاء فتره اعارته، كل هذه المشاكل ربما تصعب من مهمة الرجاء، لكن كما تعودنا الرجاء
يملك شخصية أو شخصية قوية، تأكد ذلك في عدة مباريات، لعلها لعل أبرزها مباراة شهيرة 4-4 من فريق الوداد عندما عاد الرجاء من بعيد، وكذلك ملعب موقف كينشافا خرج من جحيم كينشافا هناك بمنزل ملعب الذي يصعب الخروج منه خرج بالتأهل، وكذلك شاهدنا كيف اقتنص واقتلع اللقب من الوداد في آخر الدقائق، كلها أمور تتصاعد من مهمة الفريقين معا. لا ننسى أن الزمالك كذلك يعاني من غيابات تخص نعم محمد، يعني هل تتويج الرجاء الرياضي بلقب الدوري المغربي للمحترفين سيساهم في زيادة الدفع المعنوي وأن يدخل المباراة بقوة سعيا لتحقيق الانتصار وتسهيل المهمة في مرحلة في مباراة الإياب على الأراضي المصرية؟ بالفعل تتويج الأخير للرشاص يزيد معنويات اللاعبين، نعرف أن الرجاء منذ سبع لم يتوج المغربي لكنه كان خاصا خلال الفصل الماضي توج بالكوب الفدرالي وكذلك بالسوبر الافريقي. هذا الموسم هو مصارع على ثلاث وجهات، الوجهه الاولى حسمت فريق الرجاء، الان كل التركيز والتركيز للرجاء حول الاميره السمراء لحيازه او الفوز بهذه الكاس التي غابت عن خزائن الرجاء، ربما اربع الفرق الزمالك الاهلي والوداد والرجاء، الرجاء هو الذي لم يفز بهذه الكاس منذ فتره تزيد عن 20 منذ على ما اعتقد منذ 99 هناك بملعب رادس، يعني الرجاء لديه كل معنويا ونفسيا فهو مستعد باستثناء الغيابات التي في تشكيله الرجاء والتي تسببت بسبب الإصابة أو بسبب فيروس كورونا، فالرجاء معنويا فهو جاهز. ما أخشى هو الإرهاق، لأن الرجاء اليوم يدخل فقط بستة لاعبين في ضمن الاحتياط، حارس منهم حارسين ولاعب مصاب، يعني تبقت ثلاث لاعبين. نعم. نعرف أن كما قلت الرجاء أنهى الموسم في مباريات ماراثونية. نعم في كلاسيكو المغرب امام الجيش الملكي لم يحسب بالحقيقه في الاوقات في الوقت بدل الضائع عن طريق الحفيظي، واليوم يلعب في مساق عالي مع منافس من حجم الزمالك، اخشى ان الرجاء تقع العياء او تدب العياء الى ارجل اللاعبين، لكن كل الثقه في لاعبين. نعم محمد نعم محمد، كان من المفروض أن يكون معنا الصحفي الرياضي شادي أسامة من مصر. سؤالي عن نادي الزمالك، كيف بدأ الزمالك اللقاء ومن يغيب عن صفوفه حتى الآن؟ الزمالك كما قلت يعاني من غيابات، لعل أبرزها المحترف التونسي فرجان الساسي الذي يشكل الركيزة الأساسية في تشكيلة البرتغالي باتشيكو. فرجان الساسي منذ مدة يقدم مستويات وعطاءات على المستوى العالي، أضف إلى ذلك المدافع على وكذلك حازم إمام إضافة إلى المدافع عبد الشافي، أربع غيابات مؤثرة في تشكيلة الزمالك المصري. كما قلت على الرجاء أن يستفيد عدم تواجد المايسترو ترجان الساسي وكذلك المدافع على، هي غيابات تخص بالأساس محور فريق الزمالك. على ما اظن اليوم سيزو هو من سيقوم في مهمه فرجان الساسي، وهذه غيابات الزمالك. على نقيض ذلك هناك نقطه قوه للفريق المصري، لعل ابرزها المحترف المغربي في الشرق الذي يقدم مستويات رائعه مع الفريق الزملكاوي، أضف إلى ذلك الهداف مصطفى محمد الذي يعتبر هداف الفريق في الجانب الشرقي بستة أهداف، كما ساهم في ثلاث تمريرات حاسمة. هذا ما يخص الزمالك المصري، أربع غيابات فقط في خوف الزمالك.
نعم محمد، هناك سيكون هناك من المتوقع أن يكون هناك صراع في كل جنبات الملعب بين نجوم الفريقين، الذي الفريقان اللذان يضمان في صفوفهما كوكب من النجوم البارزين، لكن نتحدث هنا عن خط الهجوم القوي بين الفريقين. طبعا هما كلاهما من المغرب، طبعا في صاحب الدار يملك عبد الإله الحفيظي صاحب القدم الجميلة والرائعة وصاحب التسديدات التي تهز الشباك، وهو معشوق أنصار فريق الرجاء المغربي. نعم، عبد الإله الحفيظي أو كما لقبته حفظ الأصل الإسباني مارادونا الرجاء. نعم عبد الإله الحفيظي كان وراء تتويج الرجاء تسجيل هدفين ثامنين في مرمى فريق الجيش الملكي، كان متقدما على الرجاء بهدف، لكن عاد الرجاء ليقلب الطاوله وعاد من بعيد عن طريق صاحب الرجله اليسرى والمايسترو عبد الاله الحفيظ الذي تشكل مع القائد محسن متولي وكذلك مع الجلافياتور عمر العرشون نقطه قوه في خط وسط فريق الرجاء الذي يعتبر من النقطه القويه لفريق الرجاء. الرجاء دائما يحكم سيطرته على وسط الميدان. الأهم للرجاء اليوم هو عدم استقبال أي هدف، أن يخرج بشباك نظيفة والبحث ما أمكن من تسجيل أكبر عدد من الأهداف والاستفادة من عدم وجود المدافع على وكذلك من أخطاء دفاع الزمالك. ربما اليوم الزمالك والرجاء هناك نقطة مشتركة ومتشابهة كثيرة. الرجاء والزمالك يعانون من الأظهرة. اليوم نبوما الكاميروني الذي يعوض غياب تويك وكذلك بطيب وشبيرة وكذلك عبد الإله مدخور. عبد الإله مدخور ليست بقيمة عمر بطيب وكذلك نجومة ليس بقيمة كبيرة. إذا أظهر شكلان نقط ضعف بالنسبة للرجاء. نعم محمد، اسمح لي أتحول الآن، بات الصحفي الرياضي شادي أسامة بات جاهزا من القاهرة. شادي، كيف تتوقع أن يخوض فريق الزمالك المواجهة في الأراضي المغربية؟ شادي، يبدو أننا فقدنا الاتصال مجددا مع شادي. نعود إلى محمد. محمد عفوا، في الجهة المقابلة أشرف بن شرقي سرق الأضواء من كل اللاعبين في الفريق في القلعة البيضاء، وهو ساهم في تحقيق الزمالك الثلاثية السوبر الأفريقي المصري، هو وراء كل الإنجازات التي حققها الفريق المصري. كيف يمكن أن يعول عليه المدرب باتشيكو البرتغالي؟ أشرف الشرقي يعرف جيدا فريق الرجاء البيضاء المغربية، هو ابن فريق المغرب الفاسي وابن المدينة فازة. أشرف بن شرقي يملك كل المقومات اللاعب الناجح، يملك كذلك فنيات وتخول له أن يكون قائد لفريق الزمالك، وكيف لا وهو الذي كان متألقا في مباراة فريق ولعل أبرز مباراة رشيد السوبر وكذلك في المباراة مباراة الربع، هو من قاد الزمالك في هذا الدور، سجل 6 أهداف وساهم مع ساهم بتمريرات حاسمة للمهاجم مصطفى محمد الذي يعتبر هو الأخر هداف للزمالك نفس رصيده 10 أهداف. على الرجاء أن يحفظ من أشرف بن شرقي لاعب الرجاء خصوصا بدر بنون الذي لعب مع أشرف بن شرقي في المنتخب المغربي المحلي وحاز لقب الشام بعد تحريفا بعضهما البعض، ولاعبي فريق الرجاء يعرفان قوة أين تكمن قوة أشرف بن شرقي. نعم، نتحول مجددا إلى مصر. الزميل شادي، هل تسمعون الآن؟ أسمعك. نعم شادي، كيف تتوقع أن يدخل فريق الزمالك القلعة البيضاء المواجهة في ملعب محمد السادس؟
الزمالك. يبدو أننا نعاني في نعم شادي جولة للمنظمة. يبدو أننا نعاني في الاتصال مع شادي. أعود إلى محمد ريثما يتم تحسين الصوت مع شادي أسامة. محمد، هل يمكن للفريق المغربي استغلال المساحات في دفاعات فريق الزمالك إن وجدت؟ كما قلت لك عبد الجبار، من نقطة ضعف فريق الزمالك الضعف في أو عدم العودة من الحالة الهجومية إلى الحالة الدفاعية بشكل سريع، ومن وجود لاعب بقيمة سفيان الرحيمي الذي يعتبر لاعب سريع جدا وسريع من شأنه أن يستغل المساحات خلف الأظهرة أو خلف المدافعين. إن أعطينا جمال السلامي لهذه النقطة تبعت فريق الزمالك في المباريات السابقة اتضحت هذه النقطة بشكل كبير، وكذلك كما قلت غياب المدافع على شأن أن يربك حسابات فريق الزمالك دفاعيا، والرجاء لديه مهاجمين من الطراز العالي كسفيان الرحيم الذي يمكن أن يوظف سرعته في اختراق دفاعات الزمالك، وبن مالانجو الذي يعتبر لاعب الصندوق يجيد استغلال العرضيات التي تأتي من الأظهرة، ولو أن اليوم غياب الأظهرة الرسمية واللاعبين الرسميين من الأظهرة سيضعفون من قدرة الهجومية لفريق الرجاء ومن العرضيات التي تأتي من الأظهرة، وهي نقطة قوة الرجاء وكذلك من نقطة ضعف الرجاء، هي أن الرجاء يستقبل أهداف كثيرة من العرضيات وكذلك من الضربات الثابتة. هدف الرجاء اليوم هو بدر بانون، المدافع بدر بانون الذي دائما ما يسجل من الضربات الثابتة. شيء مثير للغاية أن نقطة قوة الرجاء هي الضربات الثابتة، هي نفسها نقطة ضعف فريق الرجاء. كما قلت بشأن الرجاء أن يحدث مفاجأة ويستغل هفوات فريق الدفاع فريق الزمالك دفاع فريق الزمالك ويسجل ويخرج بنتيجة إيجابية اليوم. نعم محمد، على كل سنتابع ما سيجري في المباراة التي تجري الآن على الأراضي المغربية. هل يمكن للنسور الخضر رد الاعتبار للكرة المغربية وتحقيق الانتصار والاقتراب من نهائي التشامبيونز ليج الإفريقي، أم سيؤكد الزمالك تفوق الكرة المصرية على المغربية ولو في ذهاب نصف نهائي؟ نعود إلى مباراة التي جرت أمس وفعلها الأهلي المصري على الأراضي المصرية وتغلب على الوداد بهدفين دون مقابل في مباراة استحقها الأهلي. محمد؟ نعم، نتيجة مباراة الأمس كانت نسبة لمن يعرف الوداد ومن يعرف المشاكل التي تخبط فيها الوداد مؤخرا، فهي نتيجة متوقعة. كنت أتوقع أن ينهزم الوداد وأن يظهر الوداد من أجل الأداء، ولو أن كنا من نطمح إلى شيء من كظهر اللاعب الوداد شيء من الكبرياء يحافظون على كبرياء ذلك القميص الذي يحمله اللاعبين، هو تحصيل حاصل لنتائج سابقة وكذلك لتراكمات سابقة، سوء التسيير الإداري وكذلك سوء تسيير هذه المرحلة إداريا خصوصا إداريا أفقدت الشيء الكثير. الوداد أمس هزم نفسه بنفسه رغم الغيابات، رغم أن الوداد تلقى ضربات فوجعة خصوصا غياب السعيدي في آخر لحظات بسبب الفيروس اللاعن الذي أصيب به اللاعب، وكذلك هفوات تسييرية وإدارية. المدرب الأرجنتيني خلال الأسبوع المنصرم اشتغل مع المدافع أشرف داري، لكنه تفاجأ في آخر الدقائق بأن اللاعب غير مؤهل، وهي هفوة إدارية غير مقبولة بتاتا
في نادي بحجم الوداد، كان الوداد سيخسر بالقلم لو اشترك أشرف داري لأنه غير مؤهل للمشاركة إلى جانب بابا كوندي حاليا. كذلك كثرة تغييرات المدربين، شاهدنا الوداد بدأ مع زوران وكذلك مع كاريزو، اليوم مع داموندي، كثرة تغييرات المدربين هذا يفقد الفريق شخصيته. نعم محمد، ذكرت نقطة في غاية الأهمية، هل يمكن لمدرب أن يفعل أو يعمل مع لاعب خط محور دفاع فريق الوداد الرياضي ويتفاجأ في اللحظات الأخيرة أن اللاعب غير صالح للعب في المواجهة؟ نعم، هي كما قلت عفوة إدارية غير مقبولة في بحجم الوداد، كيف لمدرب هو يشتغل مع لاعب غاب تقريبا لموسم. محمد، من المسؤول، من يتحمل مسؤولية هذا الخطأ؟ ليس هي ليست هفوة، هي هو خطأ كارثي فعلا تسببت في خسارة الوداد. هو كاتب الإداري، شغل الكاتب الإداري الذي يهتم بهذه الشؤون، اللاعبين المقرفون، اللاعبين المؤهلين، هو شغل الكاتب الإداري. من حسن حظ الوداد أنه أدرك أن اللاعب غير مؤهل في اللحظات الأخيرة، لو تم إشتراك اللاعب لكانت كارثة حقيقية، لخسر الوداد في ثلاثية بالقلم، لم يحتاج الأهلي للفوز على الميدان، رغم أن الأهلي أمس استحق الفوز فعلا لأن الوداد لم يكن في المستوى. هفوة من جبران الذي دخل قلب في شهر. نعم محمد، محمد على ذكر يحيى جبران، هو نعلم أنه يلعب في متوسط ميدان فريق الوداد لكنه لعب في محور الدفاع بجانب مجد الدين. مكره أخاك لا بطل، كما يقول البتل يحيى جبران لاعب خط وسط ميدان، واتضح ذلك في الكرة التي ترتب فيها الخطأ، كان يحيى جبران لاعب يجد هو قوة الوداد في خط وسط الميدان. داموندي اضطر لإرجاع يحيى جبران إلى قلب الدفاع لأن في السابق لأن غياب كومارا وكذلك أشرف داري أجبر الأرجنتيني داموندي للعب بيحيى جبران في خط الدفاع، وكذلك ما زاد الطين بلة هو غياب السعيدي في آخر اللحظات، كان السعيدي هو من سيشغل قلب الدفاع رغم أن السعيدي هو الآخر لاعب خط وسط. المشكلة أن فريق بحجم الوداد يريد المنافسة على اللقب عصبة الأبطال الإفريقية، أغلى الكؤوس الإفريقية، ولا يتوفر على بدائل، هذا هو المشكل. وسنعود إلى كما قلت في الأول أن الوداد يعاني من أزمة إدارية، أزمة تسييرية، تسيير رئيس الوداد الانفرادي هو ما أدى إلى هذه النتائج، إلى هذه النتيجة. أخي عبد الشهار، لكن أتتصور في بداية الموسم في حفل تقديم اللاعبين، اللاعبين الذين استقطبهم الوداد أكبر من الحضور الذي حضر في ذلك الحفل، لكن اليوم عندما نريد البدائل لا يوجد البدائل. سبب ذلك المحترفين، النادي الذي يريد التتويج باللقب القاري يستقطب محترفين على اعلى مستوى، على اعلى طراز. الوداد يتوفر على كازادي يوم امس في دكه البدلاء، مداد الايفواري لعب يوم امس ولم يقدم الاضافه باستثناء الشيخ كومارا الذي اصيب وعاد للتو. المحترفين فريق الوداد لا يليقون بتاتا مع احترامي للجميع بحامل قميص الوداد الرياضي البيضاوي. نعم محمد، بالمقابل فريق الأهلي قدم أداء وعرض قوي جدا، استطاع أن يستغل أخطاء التي ارتكبها المدافع يحيى جبران،
ويسجل الهدف الأول في مبكرا طبعا في الدقيقة الرابعة، وأيضا خطأ آخر من يحيى جبران الذي تسبب بركلة جزاء لصالح الأهلي المصري واستطاعوا أن يسجلوا الهدف. أيضا هناك خطأ في تسجيل ركلة الجزاء وإهدار ركلة جزاء لفريق الوداد تسببت أيضا في نقطة تحول للمباراة. سأبدأ في النقطة التي انتهيت بها عبد الجبار، هي نقطة ضربة جزاء، لأن المنفذ رقم واحد في الوداد هو يحيى جبران، لكن يحيى جبران أنه ارتكب الخطأ تأثر نفسيا، وهذا اتضح أن اللاعب لم يتقدر لتنفيذ الركلة، تكلف بها بديع أوق الذي مر الذي كان ينفذ في الدوري المغربي ويسجل وأضع على ما أعتقد ركلة جزاء. هذه نقطة أخرى أن اللاعب تضرر نفسيا، لكن كما قلت المدرب مجبر لا بطر في إقحام يحيى جبران في ذلك المكان، رغم أن إبراهيم كومارا في خط في الاحتياط لكنه عاد للتو ولم يكن جاهزا 100%. بخصوص الأهلي، الأهلي فعلا استغل الفرص، استغل الخطأ الأول من مجدي أفشة الذي استغل خطأ يحيى جبران وسجل الهدف الأول ليأتي ليستغل ركلة جزاء ويسجل الهدف الثاني. كان بمقدور الأهلي أن يسجل الهدف الثاني في الانفراد، لا تتذكر اللاعب الذي انفرد بالحارس التكنوتي، لكن التكنوتي كان له بالمرصاد. الأهلي أحكم قبضته على خط الوسط، الوداد اليوم أمس لم يكن حاضرا في خط الوسط، خط وسط الأهلي تفوق بشكل كبير على خط وسط الوداد، وهنا أعود إلى نقطة يحيى جبران، لأن خروج يحيى جبران في خط الوسط أفقد خط وسط الوداد قوته وأفقد خط وسط الوداد شرفته. عموما الأهلي استحق الفوز والوداد استحق بالفعل الهزيمة، كما قلت لأن النادي الذي يريد التتويج بالألقاب لا يفرط في لاعبين مثل ونجم وبشرقي الذين الآن يرسمون الفرحة النادي الفني والهندسة. نعم كابتن محمد، على كل حال نبارك للأهلي فوزه المستحق، وهارد لك لفريق الوداد، ونتمنى فوز المستحق في هذه الليلة. أشكرك جزيل الشكر المعلق الرياضي محمد الحسيني، كنت معي مباشرة من أغادير المغربية. شكرا لك زميل عبد الشباب، شكرا متابعي قناة اليوم، إلى فرصة قادمة إن شاء الله. شكرا لك كابتن محمد، والشكر الأكبر موصول لكم مشاهدينا الكرام على طيب وكرم المتابعة. دمتم بخير وإلى اللقاء.